قلت لي اسمه رامي؟ ييش قوي يا عمو، كسر السيارة لحتى خلصنا أنا وماما. وانت بتحبه؟ كتير. والماما ليش ما بتشغله بالمشروع؟ هو ما قبل، ليش؟ بيحب يكون اطفائي. شو عم تعمل؟ متأسف يا ميسم، هيدا هو الحل الوحيد حتى أتخلص منك. سعيد، شو عم تحكي؟ اخرسي! أنا الديون عم تكلني وعم تنهش فيي، وأنت عم تتمرمغي بالمال. هودي أموال خيي، يعني أموالي أنا. أنت أكيد مجنون، اللي عم تعمله رح يوصلك للمشنق. أنا شو دخلني؟ أنا رح بعرف القصة من الجرايد مثل كل الناس. أنا كنت نايم بالبيت وسمير بيشهد على هالشي. بس يلي بده يروح على جهنم هو صاحب السوابق يلي جاي يسرق الأرملة الغنية يلي قدرت تقتله قبل ما تموت. وهيك بكون صبت عصفورين بحجر واحد. سعيد، بعطيك اللي بدك إياه، بس اتركني أعيش حتى ربي ابني. طمني بالك من هالناحية. أنا رح كون الوصي على ابنك وعلى كل أمواله، وما رح خلي ينقصه شي أبداً. رح يربى بدلالي وأنا بربى بدلاله، وهيك منرمم القصر إحياءً لذكراكي. شو تريلا؟ وينك يا زلمة؟ ناطرينك. عرفت وين أبو الزوز؟ إيه، اللي أخذوه على بيت ميسم. ماما اليوم جاي من السفر. إذا في شي مدبر لميسم كمان. أوه نو، يدلي أنا؟ شو صاير بهالدني؟ ماما. سمير، ابني، بوس إيدك يا سعيد. بكفي عايش بدون بي، حرام تحرمه من أمه كمان. إن شاء الله طنط هنود ما تتأخر تجيب البوليس. يا حرق عرضة مش ماشي اليوم، مدري شو بقى. نحن هلأ بسباق مع الوقت يا تريلا. معك حق. لو
شو هالفيلم هذا اللي عم بيصير معنا؟ حرام عليك يا سعيد، ما تواخذيني يا ميسم، مع السلامه.